بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. يا أحرار شعبنا المظلوم، بعد المطالبات المستمرة التي جوبهت بعدم الاكتراث من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والتي اتبعناها ببيان رسمي لأحرار العراق، جوبها بعدم الاكتراث نفسه، وبعد أن وجهنا الرسائل تلو الرسائل ولم نجد أذنا صاغية للشعب ومطالبه المشروعة من قبل الحلبوسي، وبعد الرفض القاطع لطلبنا بالتظاهر أمام مجلس النواب مرارا وتكرارا، فإنه لم يترك لنا خيارا سوى التوجه نحو محل تواجده في الأنبار، كما توجهنا ونتوجه لكل المسؤولين في محافظاتنا جميعا وفق السياقات التي أقرها الدستور العراقي في المادة 38. وبعد توجهنا في الخطوة الوطنية الأولى قبل أسبوع من الآن، تم الاتفاق مع وفد الحلبوسي على تحقيق المطالب خلال مدة أقصاها أسبوع. انتهت المهلة ولم نرى أي بوادر لتحقيق المطالب، وإلى ذلك فإننا ندعوكم أيها الأحرار وإلى ذلك فإننا ندعوكم أيها الأحرار للمشاركة بالخطوة الوطنية الثانية في اتجاه محافظتنا الأنبار، للاحتجاج على تسويف الحلبوسي واستهانته بمطالب الشعب، وذلك يوم الخميس المصادف 2/9/2021، حيث يبدأ التجمع ليلا في محافظة بابل مدينة الحمزة الغربي تحديدا. وكذلك فإننا نطمئن أهالينا في الأنبار بأننا قاصدون بمجيئنا لرئيس مجلس النواب العراقي لصفته لا للأنبار بذاتها، طلاب خير نسعى لنصرة البلد وشعبه بسلمية وانضباط تام وتعاون مستمر مع القوات الأمنية، وهو ما لا نحيد أو نتنازل عنه. لذلك فإن دعوتنا لكم يا أهلنا في الأنبار هي عدم